كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم طبعا بهذا الفيديو رح نلعب لعبة بي كي اكس تي. اليوم طبعا خطعة انه كيف فيكن تساووا زي هيك، هذه انه كيف بدكن تحملوا هاي عصا السيلفي، يعني هيك كيف بدكن هيك تساووا. كمان طبعا طريقة كيف انه كيف تسوون اشياء جديدة، حركات جديدة لما تكونوا تصورون بعصا السيلفي. يعني اليوم خدعة بعصا السيلفي، اوكي؟ سو رح نسوي خدعة بتقدر البعض رح يزبط البعض لا. سو رح نشوف اليوم ايش رح يزبط معنا، اوكي؟ ورح نشوف كل شيء. طبعا قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة وحطوا لايك، وهلا خلي انه نبلش. اول شيء طبعا بدي اني اغير السيرفر، لانه هلا حاليا انا مسوي خدعة، بس رح اغير السيرفر عشان تنشال الخطعة ونعيد نسويها مرة تانية. اوه ما في ولا حدا اونلاين، وين؟ يلا عاد نروح على اعلى برايفت وورلد لانه ما فيها ولا حدا. فكيف؟ لا 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 لا, لا ليش ليش ولا حدا اونلاين عن جد هلا الساعة ثواني انه 10 11 12 صح؟ هلا الساعة 12 او الساعة الواحدة عند اوه لا، يعني الكل نايم هلا، لهيك الكل اوف لاين. او ماي جاد، اوكي. سو طبعا يا جماعه الخدعه اول شيء بدكم هون تروحوا ليكو، اول شيء هيك بتساووا ثواني لا مو هيك، اول شيء بتروحوا عصا السيلفي، اقصد على الموبايل تبعكم، وبتكبسوا على مكان السيلفي وعلى مكان الحيوان بنفس الوقت زي هيك. او ليكو زبطت معنا. بتروحوا على اي حيوان اليف، طبعا انا رح اختار هذا كيكو. بتنقوا الحيوان وبتكبسوا على هاي، وتروحوا عند هاي انه تلمسوا فوق منه، بتمسحوا فوق ظهره. هلا لكم بتصير معكم حركات جديده. طبعا هي اول خطوه بالها شو اسمه، بس لا مربي لازمني ضروري ناس، لازمني ناس معي عن جد. المهم لكم هيك فيكم تاخذون صور بحركات جديده، كمان بدكم هيك تساووا. وليكو هيك شو نيمز، لا ليكو كيف صارت، فلازمنا كثير هيك. اوه ليكو كثير يا جماعة حلوين هدول البوزيشنز، شو بدري ايش اسمهم زي هيك. ليكو كثير يا جماعة حلو. اوه لوست كونكشن واي. المهم يلا ما علينا، اوكي عادي. اوه النت راح، ايش هاد؟ اتس اوكي يا جماعة، اعتقد انه في مشكلة بالنت، بس يلا عادي رح نحاول ندخل على اللعبة وهيك، يعني بنحاول نفوت على اللعبة لأنه عن جد صايرة مشكلة بالنت أعتقد. المهم ما علينا، هلا بندخل على اللعبة عشان نعيد نسوي هاي الخدعة، وهالمرة رح أفاجئكم يعني. يعني ثواني أوكي، هلا طبعا إن شاء الله رح يكون في كثير ناس، فهالمرة لازم نسوي خدعة ولازم يكون معنا كثير ناس. اوكي خلينا نروح عند حدا نسويها جنبون. ليه ثواني خلي احط اونلاين، متابعيني احلى اشخاص اللي لازم. ثواني خلينا نحط اونلاين، يلا يلا اخيرا في شخص واحد اونلاين. المهم طبعا يا جماعه لازم نسوي الخدعة جنب حدا رح تشوفوا هلا معاي. ليه خلينا نشوف، رح نسويها طبعا جنب هاي وبس. اوكي اوكي طبعا يا جماعه رح نعيد نفس الخدعة هون. اوكي ليكو اول شيء لازم نفوت هون على الموبايل، هون هيك هيك هيك، لازم نكبس بنفس الوقت على الكاميرا وعلى مكان التاتش. ليتس جو مره ثانيه، ليتس جو يس. هلا ضبطت معنا، اوكي. رح ناخذ مثلا هذا الديو بولر. اوه تاي لا تاي، اوكي لازم حدا يجي هون جنبي. تاي اوه يلا عاد. طبعا يا جماعة هيك لازم نمسح فوق ظهره، هلا لازم يجي شخص قدامنا. يلا بدنا شخص، اوه ليكو هلا لازم نكبس على شخص. ليكو هيك بتكبسوا عليه، هلا بتضغطوا على هاد تبع اليوني، شفتوا؟ هلا ليكو هلا بتفوتون على صفحته. اوكي او لا 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 طبعا هذا هيك الخدعة. او لايك، لك النت
اقصد الموبايل كتير ضعيف، بعدين هم بتضغطوا بعدين بتطلعوا صح. ايش عم صابي انا؟ ثواني ايش سويت؟ الخدعي صح، كنت قاعدة بسأل حالي ليش الخدعي مو صح. اوكي طبعا هي الطريقة عشان يصير معكم هذا الموبايل، وليكو هلا شلون بيصير معكم. صار الخدعي كتير جديدة الصراحة، ما بعرف بس المهم اكتشفتها هيك لوحدي. ما بعرف في طريقة ثانية بس هي طريقة كتير حلوة وكتير ممتعة انكم تسووها. لا 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 لي هلو. طبعا هذه الخدعة كثير تجنن يا جماعة. سو يب 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 ثواني ليك هيك كثير حلو. واذا بدكم انكم ترجعون ثواني، لا مو هيك ثواني. كمان يا جماعة اذا عم تتذكروا اني كنت قلت لكم وعدتكم انه رح افرجيكم طريقة شلون تسوون هديك الصورة. هلا رح افرجيكم. اول شي لازم هيك انكم تحركون الشاشة وليكو هيك بتطلع معكم صور تجنن مو بس حلوة. ليكو وليكو شفتوا عن جد صور هيك كثير تجنن. واو ليكو شفتوا هيك صور كثير تجنن. ثاني هيك فيكم يا جماعة هيك تسووا بعدين ليكو صور كثير تجنن، مثلا هيك بعدين هيك شفتوا هاي الصورة هي بتجنن، بعدين هيك كثير يجننوا كثير يا جماعة. هدول الصور حلوين، بتقدروا تاخدوا كمية كثير 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 كبيرة من الصور، انه عن جد يعني يا صورة بتجنن. ليكو ثواني ديسكير وين راحوا على فكرة؟ ايش هاد؟ ايش هاد؟ اتس اوكي هلا والله. ثواني ليكو هيك زبطت معنا زبطت معنا. واو شفتوا كيف؟ هذاك هو اللي كان قصدي هيك. الصورة تجنن، هذه الصورة حرفيا صورة جنة يما كثير جنان. ثواني حملها. كان قصدي افرجيكم هاي الصورة هاي كيف سويتها، فشفتوا هلا معاي الطريقة انه كيف بنعمل زي هيك. شفتوا هاي يعني كثير كثير يا جماعة سهلة، هيك بتقدروا انكم تسووها. طبعا اعتقد ان هيك رح نخلص هاد الفيديو. تسألني هاي كأنه ايش صاير، رح اقول ثواني تيك السيلفي خدع طبع السيلفي. نساوي كمان هذا يس اكل سطعنا يا جماعة هلا. يب طبعا اعتقد انه هيك بدنا نخلص هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا انكم تشتركون بقناتي وكمان تحطون لايك. طبعا يا جماعة اهم شيء اشتركوا اوكي عشان نوصل 100,000. انتي ملابسك كثير يجنن صح هيك. المهم اشتركوا احبكم وباي.